لا نهار يغيبوا 10 لي كيما 6 وربع تبدا الدنيا ظلام ونحنا نستنيو في الكار والفوايي كي تجيها 6 تلقاها ظلمه يعني واحد يخرج تعرف الظلام ما يراش اللي قدامه وساعات الكار تجي ومره لا والا تجي كار معبيه علخ اصلا نفس ماش تلقاها في الكار. لا فما تعطيم كبير برشا هذيك اول حاجه نحب نحكي عليها كون فما تعطيم عالمي اول مره هذه نابل ما يحكيوش على جمله ماشي بالهم نابل في عايشه في خير وينابل تحت صفر بالرسمي كانت عندنا ميزون جين انا سكره روضه روضه حبوا ميزون جين حبوا حاجات باين عسكنا الاكثر كنا بعدش ما حبوا احنا حاجه قريبه حاجه تفرد فيها الناس ثم شيء لا دار شباب لا دار ثقافه ثم شيء فما قهاوي فما دار شباب ما نقعدوش احنا في دار شباب معناها يا قهوه يا بيبلينات يا حاجه كي علي والله ايش نقول لك مانيش مغرومين بالحكايه في دار شباب يقعدوا معناها يلعبوا البيك بونغ وهذاك معناها مش جونا ما عندك كيفاش تدخل بيبليوتيك تلقاها معبيه الكل ما عندكش بيبلينات تكونكتي فيها ما عندك حتى شيء ما الوقت يتعدى هني بيفيت بيبليوتيك بيبليوتيك بيفيت ماشي جاي نابل ماذا بيا تمشيو لولايات اخرين معناتها نابل تنجموا تبجلوها على بجلوها بعديك تنجموا ترجعوا لها الحمد لله معناتها نقولوش نحن معناتها 100% الحكايه نابل واضحه فهمتي اما معناتها تبجلوا ولايات اخرين حسب مره انا صحيح معناتها طايش واحد اما تنجم تقول عاد نحسها كي نتفرج فك الولايات الاخرين ماذا بيا يبجلوهم اكثر من نابل قصبة ومريقل ومن جميع ما والله خليها تاكل بعضها مرة أخرى والحكاية برجولية خلي واحد يعيش شوية أمبيونس فيلم ويتركب واحد يحضر فيه وكهو هذيك هي الثورة شفت الثورة هذه دارها الزوالي وربح فيها كان اللي لباس بيه معنا الناس نشوفوا فيها لباس بها وصلت للبلافون والزوالي قعدت العمر زوال الثورة الأولى عملها الشباب منهم الأكثرية معناتها نسبة 90% البطالة لكن تفعوا بها ناس أخرين دفعت بيه ناس اخرى هي اللي وصلت السياسه وصلوا حبت هي ما احنا بقينا تحت الصفر الرالي قبل الثوره خير برشا من بعد الثوره كيما تو اصلا تحس الواحد خايف قبل ما كناش نخاف مهما تزيد المعيشه ما تزيدش كي من هكايا قبل واحد كي يخرج السته تلقاه نورمال تو الخمسه نتاع العشيه تلقاه يتلفت وراه قدامه واحد وش يفك لوش يستوتش دونك جمله انا ما نفعتنيش جمله الثوره بدل حد شيء قاعدين كيما كنا معناتها بالاكتاف تمشي تدخل عندك اكتاف تدخل ما عندكش اكتاف ما تدخل حتى بلاصه حتى في القرايه كيكا بالاكتاف كل شيء حتى الاساتذه يتعاملوا معنا انواع ثورة مش قاعده تنفع فينا ومش قاعده تجيب لنا في حكايه اللي حاشنا بها انا قاعد نشوف البرة معناتها العباد تعمل ثوره سي بون مش عام وعامين باش تركح البلاد اما كومين تظهر ديزيفي قاعده تظهر معناها قاعده تبين البلاد قاعده في ماشيه في خير احنا اللي سالير ما قاعدين يظهروا فيهم لك لي جرون كادر كهو احنا زوالي ما مش قاعد يعيش زوالي عايش موش عايش زوالي راه زوالي مبهم كيفاش باش يعدي نهارو اقسم بالله عباد كل قاعده تقاسي تويك اش باش نقول لك هو الوضع تو في تونس حتى ما عليك بالسيف تكون معارض بحكم صبرنا وذاك هو ومش نقعدوا صابرين وذاك هو مو حتى شيء مش يتبدل نلوجوا في شنو اللي يتبدل مانيش عارف يمكن حاجه راها فونتاج تو في تونس اللي تبدلت لعبت كله للتحكي نورمال هكا لعبت كل بحريه تحكي شنو هما المكاسب اللي ولاو جدد حتى شيء
كله تجري ورا الكراسي ورا تجري على روحها وكا والحزاب تشهر في روحها راهم يفضوا في مشاكلهم هما حسب ما راه النهضة بلتو خدمة برشا يخدموا في النهضة ما كي لقيت واحد دخل في بوست راهم النهضة وإلا من حاجة خذيت في المجلس قعدت في المجلس أنا نستناه وقالوا يخدمونا ودرا شنو حتى من بعد نشوف كان هكا ولكا نعملوا ثورة فما شيء قاعد لا مسؤولين لا شيء فما شيء تو الحكومة متاعنا تو مع كل احترامي ما عطتنا حتى شيء مازلنا نستني وحتى دستور مازال مازلنا ما عملنا شيء يعني عندها عام الحكاية متاع الثورة حاسة الدم اللي هبط مشاهدي الكوليكا بلا فايدة معناها ما عملوا شيء زادت أكل حتى كي تتكلم تقولوا حرية رأي ولا تقولوا حرية تعبير يشعل فيك يقولك انا حريه راي وانا حريه التعبير اللي تحكي عليها الحكومه كلي مش عارف قالوا 10 ملايين ياخذوا في سالير بار موا مش عارف انا فاش قاعدين ينفعوا مشاكل في المجلس ودرشنيه وكلام ما يتقالش قالوا عسكر كردونه ودرشنيه شي برجوليه صاحبي ترى جيت تخمم توحل راه والله العظيم وانت عبد شاد 20 سنه حبس 20 سنه في الحبس وتجي تحطوا راي تحطوا في منصب المناصب هو اكل 20 سنه حبس هذوك مازال باش يتذكرك هو ديجا شدك 20 سنه حبس هذوك بالعاني باش يوصل لك البلاصه هذيك تجي انت تحطه فيها مازال باش يسيب لك فيها مازال باش ماش ماش يعمل لك حتى شيء يا احنا ما حسناش بثوره ثانيه خاطر زاد نخموا على مصلحه البلاد قبل جماعه اللي يحكيوا الدو شادين السياسه وخموا على مصلحه البلاد ما نعرفش ما نجمش نقول نمشي معاهم فرد خط خاطر فما مصلحه تاع بلاد تحكم قبل كل حاجة لازم لي كومبيتون يشدوا البلاد من الاخر يعني اللي عنده اكسبيريونس هي ابسط حاجة في خدمة كي تمشي تخدم يقول لك اش عامل اكسبيريونس دونك احنا ماناش ما نحبوش نعرفش ما نحبوش نصعبوها اما من الاخر البلاد هذية تو في الوقت هذا الراهن يلزمها عباد كومبيتون فهمتوا عادي زاد لبارتو معناها تو تلقاه في البلايص الكل فما في كل بلاصه راه تمش الفاق برك يا ولدي حتى فك الحومه كل مهسهسه كل ما فيهاش فلوس ودرا شنو يلعب كل تتكيف هذاك الوضع في تونس اش قالوا مش عارف قالوا حمزاوي يجيبوا لي بلاك بالرسمي يجيب له شطر بلاك ايزي اعطيه باش يعدي اليوم وش عندنا في غدو الدخان اول حاجه مع القرايه كما تتكيفش ما تنجمش تقرا نتصورك هيا مانيش امن مانيش تو انت جيت تسمع الاحديه اجى نص نهار تلقى واحد يبركي ثمك وين الامن ما ثم هو الاقليمه هنا يصير عركه هنا ما يجيش حتى حد يقول لك يتفرقوا مع بعض انا مره فيت باش يقول لك الامن الامن مره فيت واحد هارب للمركز خلتين عليه زوز ضربوه قدام المركز قام الراجل قال له اش بيك ما دخلتش قال له امك تحبوا الحريه تعاركوا في رواحك هذا امن تسميه انت انا نمشي نولي ب 14 وغاز نولي مبركي كالعبير كثروا لي بركاج عبيت كل وجيت تشوف تلوم تعذر مش يبراكي فيك على خاطر هذيك مهنه خاطر خويا ما عندوش يلزمو يبراكي يلزمو يعمل حكايه باش يجيب فلوس راه هذاك هو الوضع اللي يجي يحكي معاك كيما عاد بن علي كيما عاد توا معناتها فماش ما تبدلش حساب العكس في عاد بن علي كنا مرتاحين اكثر من عاد توا حسره تو ماش نجم ماش نمشي نقرا مرتاح ماش نجم نخرج انا ودارنا انا وخطي انا وصاحبتي انا ماش نجم نقف في الكياس وحدي خاف على روحي حاجه عاديه يا اخي قبل الثوره ما فماش عنف تقبل الثورة فما ديما في أي معناها في مدينة فما أمن وقتش يجي وقت يجي العلام الأمن يظهر هكا كونه أمن ما فماش أمن فماش. يعني كان واحد يتبراكة ولا تصير له حاجة ما يشلق به حد فضد لا دونك فما حتى طرف أمن مش مشاكل الشباب هو مشاكل الشباب هذه حطها يعني كلاسي نعرفش اون دوزيام اون تروازيام كما تحب انت
يزم يفضوا المشاكل الصحاح. انا بالنسبه لي انا يزم يشوفوا اول حاجه في تونس يزم السيكوريتي ترجع، والسيكوريتي ما ترجع الا ما ترجع هيبه الدوله، وهذا يعني حاجه معروفه فهمتوا. هيبه الدوله دي ما ترجع صعيبه شويه صحيح، مي يزمهم هما يتصرفوا بالقوه بالسياسه ترجع، يزمها ترجع والسيكوريتي ترجع، لي زانفستيسور يرجعوا لك والعبد الكل ترجع. خاطر من الاخر تو فما مونك دو كونفيونس في تونس، واذا فما كونفيونس تقول شي يرجع نورمال. نوفوني في الراب التونسي من 2011، جيت من بعيد نانا وين ولي البوس، ارمي دمي بارول شاد في يدي مايك برو، كل ما تزيد تطلع غناية كل ما يزيد يقوى النيفو. الراب التونسي اوتوروت لازمك ميكانيك قوي، ما فماش رجوع التالي مادامني حي. اون سيكيوريتي توتال لابس دو جيلي باربال، ما نموتش بكرتوشة واحدة لازمك تضربني رافال. يفرحنا برشا نسمعوا نقدكم وملاحظاتكم على الباج فيسبوك الخاصة برنامجنا الكلمة للشباب. سينو نتقابلوا الخميس الجاي مع 8:30 متاع الليل في برنامجكم الكلمة للشباب، وكالعادة على قناة العالمية التونسية.